سيدي، هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الزلفي، وباعثها المستمع موسى أحمد محمد. الأخ موسى يسأل جمعا من الأسئلة تتعلق بأحكام الحج والعمرة، من بينها هذا السؤال: إن كان في العمر بقية إن شاء الله وبإذنه وتوفيقه، إذا كنت في يوم السادس من ذي الحجة في الميقات، هل أنوي في الميقات الحج مع العمرة؟ وماذا أقول؟ أم أنوي العمرة فقط وأعملها، ثم في يوم 8 من ذي الحجة أنوي الحج من منى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من وصل إلى الميقات وهو يريد الحج فإنه يخير بين أنساك ثلاثة: إما أن يحرم بالحج مفردا ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج يوم العيد، وإما أن يحرم بالحج والعمرة معا وهو ما يسمى بالقران، كذلك يبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، فتكون العمرة داخلة بالحج ولكن عليه أن يحدي فدية التمتع، وإما أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات ثم يؤدي مناسكها إذا وصل إلى مكة ويتحلل منها، فإذا كان يوم التروة ويوم 8 فإنه يحرم بالحج من منزله ويخرج إلى منى وإلى عرفات وإلى المشاعر، وهذا ما يسمى بالتمتع، وهو أفضل الأنساك، هذا أفضل الأنساك، لأنه جمع بين نسكين عمرة وحج وفصل بينهما بتحلل وأدى كل نسك على حدة، فهو أفضل الأنساك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. يسأل أيضا فيقول: هل أخلع ثياب الإحرام فيما بين اليوم السادس من ذي الحجة بعد أداء العمرة، ثم ألبسه مرة أخرى في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى؟ جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا في آخر الجواب، نعم، في الأول، نعم، لأنه إذا أنهى العمرة بمناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه ويعود كما كان قبل الإحرام، ثم إذا كان يوم التروية فإنه يحرم الحج من منزله الذي هو نازل فيه، سواء كان في داخل مكة أو كان نازلا في منى أو في أي مكان، يحرم من مكانه ويذهب إلى منى وإلى عرفات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل طواف العمرة والسعي يكون هو طواف القدوم إلى الحج، أم أطوف مرة أخرى لطواف القدوم وكذلك السعي؟ هل أسعى مرة أخرى للحج أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لطواف العمرة يغني عن طواف القدوم، إنما طواف القدوم يستحب للقارن بين الحج والعمرة أو المفرد للحج، وأما المتمتع فإنه يطوف للعمرة ويكفي عن طواف القدوم. هل طواف العمرة والسعي يكون هو طواف القدوم إلى الحج، أم أطوف مرة أخرى لطواف القدوم وكذلك السعي؟ هل أسعى مرة أخرى للحج؟ المتمتع نعم يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج بعد طواف الإفاضة، فعلى المتمتع سعيان: سعي للعمرة بعد طوافها وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. أما بالنسبة للقارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة. نعم.